وين رايحين؟ رايحين نبيعون علشان نبيعون. بتبيعون؟ ايه. كنتوا تنتقلوا على بيت انتوا ولا لا؟ فاطمة؟ انت كثير حلوة يا فاطمة. السلام عليكم. من أكثر الشغلات المزعجة بالمخيمات إنه ما في صرف صحي، فبيكون الصرف الصحي هو عبارة عن جرة فنية جنب الحمام. وهي كمان حمام. فلكم أن تتخيلوا أن التبرعات يعني البيت قديش ممكن يغير تفاصيل التفاصيل لحياة العائلة. الحمد لله. قديش لك نازح عمي؟ نازح 7 سنين. 7 سنين نازح؟ ايه. اوه الله، الحمد لله على كل حال. كمال ما سكنت البيت أبدا؟ لا، طول الوقت بخيمة؟ كله خيمة. علينا مطر في الليل وشروع علينا مي والحمد لله رب العالمين. خلاص هلا هذا كله بنتهي بإذن الله يا عم. إن شاء الله كله فضل رب العالمين. إن شاء الله. الله يعني اسمه فضل المتبرعين الكرام اللي برا. خيرات إن شاء الله. يا هي خيمتنا وهون ابني ونيك بنتي. هلا كلكم راح تنتقلوا؟ إيه إن شاء الله. الحمد لله. يسار. قديش لك نازح عمي؟ صار لي 3 سنين أنا مريف الحلب الغربي. يلا بينا ان شاء الله ترجعوا يا عم. والله ان شاء الله احنا الويلات كانت والحمد لله. الحمد لله على كل حال. الله فرج. الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله ترجعوا لدياركم باذن الله. شو اسمك انت؟ ها نور. يلا باي، روح على ماما. يلا ما شاء الله. اللهم صل على النبي. لك ليش عفيان؟ يا شباب يا شباب الكل يسمعني لو سمحتوا، هودي فريق ملهم حرامي بارا، قريت على النت انه ما راح يمكنكم عبيوه كذابين كذابين نصيبين حرامية. والله هاي كله مجسمات. مجسمات رحمة الله عليه. مجسمات يا عمر. مجسمات. يا شباب عبد الله الكوميت بعد ما يفيق بحاجة هو لـ8 ساعات أخرى لحتى وشه يصحصح، بيكون اجى موعد النوم. لهيك نفوت كل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ما بدنا نحكي قدام العالم. ما بدنا نحكي قدام العالم. احمد نحل. احمد نحل على الاداره. احمد نحل على الاداره. احلى حرستا. تحيه لحرستا يا شباب. تحيه لحرستا. زقفه دعسي عد لي اياها لشو. السلام عليكم. يرجى هدم الخيام. السلام عليكم. يرجى هدم الخيام. باي باي باي. قولوا باي. باي 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 باي. احلى تحية لكل شخص عم يدب اغراضه. ان شاء الله بترجعوا على بلادكم امنين باذن الله بعد سقوط الظالم. قول امين. قول امين. قوي صوتك. بح. Thank you.
طلعني مهني مجسمات، طلعني مهني حرامي. انتو ببيوت؟ اهلا وسهلا، نورتونا، اهلا وسهلا. ان شاء الله بترجعوا على بلادكم، اهلا وسهلا. شو اخبار المونة يا عمي؟ عندكم دبس بندورة؟ مع زيتون. كفو كفو يا عمي كفو. مبروك العروس الجديدة يا ابو انس. الف مبارك البيت الجديد والعروس. لا 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 بطلنا خلاص. بقينا الماما؟ بقينا الماما انت كمان؟ والله عاد عليك. احلى لهي يا اولادي. بمزح بابا، بنمزح معاكم. خلص بطلنا. يا فارس بدك تضرب يعطينا اشاره. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، شرفونا احبابنا، يا نورتونا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا باطفالنا. اليوم في عرض، اليوم في عرض، اي شخص حابب يعمر بيت بس ب 4000 دولار بيت بين اولى. تخفيضات تخفيضات. هذا كنت تلعب فيه بالمخيم ولا ما كان يمشي الحال؟ لا ما كان يمشي الحال. هلا هون روح ورجينا شو كيف تلعب. روح اوعى الطب، اوعى الطب، طب 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 طب. اخلع يا بوتيتون. كفو 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 كفو. لك يا عم ليش عصبت حالك؟ ما كان في داعي. اهلا وسهلا. عم بمزح معك يا زلمة، ما بتصدق معك. اطلع مزح. اخلع يا ابو ديتو. لا جيبوا النعناع. ما في داعي، ما في داعي، النعناع من بيتنا. نو يا شباب تكونوا اشتهيتوا. ها تفيقوا على الطرف فيني على راسي. اشتغل لك الراس والله العظيم. مين بده؟ انا بروح. اهلا وسهلا. مين بده؟ بده يا فايدة. يلا 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 كفو عليك. ما بسمع دوان. يلا هدول ايه الباقي دو الي. كرا الصحن كمس هاتية. اعطك يا هاتية حمزة.